صباح الخير يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ عايزه اتكلم عن البرودكتس اللي ما عجبتنيش 2019. اول حاجه هي الاسنس برايم بلس ستوديو. ما هو مكتوب عليه ان هو ماتيفاينج اند بور مينيمايزنج، هو مش بيعمل اي حاجه من المكتوب عليه دي، لا بيماتيفاي ولا بيبور مينيمايز، هو بس كأنك حطيتي كريم، يعني ممكن تحطي اي كريم عندك مايسترايزنج وخلاص. هو مكتوب عليه ان هو ويز بلاك كلي، فهو لونه من جوه كده رمادي، بس هو اول لما بتدمجيه بيروح، يعني اللون بيبقى ما فيش لون خالص. هو ككريم عادي، ما فيش اي انبهار يعني. بس كان سعره 80 جنيه. تاني حاجة هي البرجوا هايلايتر، ده المفروض ان ده يعني زي ماك كده، الستروبينج هايلايتر، وحش جدا تحت الفاونديشن، بيخلي الفاونديشن يقطع ويشقق كده ويبقى يفصل من بعضه، ولو حطيتي الفاونديشن وجيتي استخدمتيه برضه هيشيل الفاونديشن من تحته وهيخلي شكله وحش كده ومش حلو خالص، محبتوش خالص. بصوا ده شكله حلو بقى كاستخدام للإيد للجسم، إنما للوش مش هينفع خالص، شكله غريب. بصوا بيعمل الحاجات الغريبة دي اللي بتبقى مع بيعملها مع الفاونديشن بقى، بيفضل يعمل الكلاكيع كده مع الفاونديشن، معرفش ليه. البلاشر ده من لونها درجته 500، ما حبيتوش خالص، ما فيش اي بيجمنتيشن خالص، مهما تقعدي تعملي كده 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 ما فيش بيجمنتيشن، باين على الصباع، بس اول ما هيجي يتحط على الايد هيبان ان هو ضعيف قوي وكله جليترز كده، هيسيب الجليتر دي على وشك وما فيش لون، تقعدي بقى تحطي طبقات 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 علشان يبتدي يبان ان فيه لون، انا ما حبيتوش خالص. بس هي الدرجة دي بس اللي انا جبتها منهم وكانت كده، يعني في درجات تانية عندي، 501 حلو وعندي كذا درجة تانية منه حلو، ما اعرفش ليه الدرجة دي هي اللي ما فيهاش بيجمنتيشن خالص. كمان الاسنس ده مفروض انه هايلايتر على برونزر، انا مش عارفة بصراحة، بس هو لا نافع يبقى برونزر ولا نافع يبقى هايلايتر، يعني هو من جوه كده مفروض تعملي كده اهو وبعدين تاخديه، فهو عامل زي التباشير كده، ده مش هينفع يبقى هايلايتر خالص، عبارة عن تباشير، وفي نفس الوقت مش هينفع تستخدمي لون ده برونزر يعني. ده كان ب105، درجته 10، اسمها تيكت ايزي. الماسكارا دي من اسنس ما حبيتهاش خالص، اللي هي البينك، معرفش، انا عارفه ان في ناس كتير بتحبها بس انا ما حبيتهاش خالص، اما بتحطيها وبتقعدي بيها فتره كده بتنزل زي فليكس كده سودة تحت العين، تخلي الشكل وحش قوي، غير ان هي بتخلي الرموش تتجمع كده في بعض وبيطلع شكلها مكلكع كده، مش حلوة. وانا عملت فيها اللي هو سبتها مفتوحة شوية 3 4 ايام كده عشان تنشف وبتاع، وبقالها عندي كتير يعني، المفروض تكون نشفت وبرضه بتعمل نفس الموضوع ده، فما حبيتهاش ابدا، ما اعرفش ما حبيتهاش. فيك حاجات كتير من اسنس احلى منها بكتير. كمان البلد دي من ميبلين اسمها ذا بلاش نود، ما فيهاش بيجمنتيشن خالص، يعني ما فيش غير اللونين دول هما البيجمنتد، الباقي الالوان ما فيش خالص، واصلا ما فيهاش ولا لون ما تقدري تحطيه كترانزيشن كلر، يعني لازم معاها باليت تانية تساعدها، فمش عملية خالص، فيش غير اللون ده اللي بحبه وده اللي بيجمنتد، واللون ده برضو حلو. الايلاينر ده من ميبيلين برضو اسمه مات انك، سواده حلو وهو مات وكل حاجة، بس معرفش ليه بيحرق لي جفن عينيا، وكمان بيروح من اول العين من غير ما دمع، ومش بلعب في عيني ولا اي حاجة، بس هو كسواد والفرشة بتاعته ورسمه سهل وكل حاجة، بس معرفش بيروح من اول العين، ولو الدنيا حر شوية هيسيح وهيبهدل الدنيا. البلاشر ده من مكياجي، دي ماركة خليجي، ما فيش زي لونا بالظبط كده، ما فيش اي بيجمنتيشن، الالوان كلها مش حلوة مش ظاهرة، تقعدي تحطي كتير 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 علشان يبتدي اللون يظهر، وفي النهاية ما فيش تأثير.
برضو البلاينر ده من اماندا احبطني جدا، ده كان ب65 جنيه، اسمه سوفت لاينر، هو مش سوفت خالص، مفيش اصلا لون بيطلع، لو حاولتي حتى تطلعي على شفايفك كده تعمليه بالجامد وكده هيعور لك شفايفك، مفيش لون بيطلع اصلا. بصوا على الايدين اساسا، طيب تعملي بالجامد كده عشان اللون يطلع، مفيش، ناشف جدا جدا، معرفش ليه كده. والتو ان وان جيل كاجال لاينر ده من ديبورا، انا كنت حطيت في الفيديو بتاع المفضلات اللون اللي هو النحاسي منه، جميل جدا وبيجمنتد جدا ووتر بروف وحلو جدا، بس ده البيج، هو البيج بتاعه على روز شوية، مش حلو خالص، وجامد كده عشان تطلعي منه وتحطي في عينك هيعورلك الووتر لاين بتاعك، فظيع، وبيحتاج وقت طويل عشان تفضلي تقعدي تعملي عشان يطلع لون اصلا، يعني اسكند الاي بتاع ريميل احسن منه 100 مرة. سيلر ده من اسنس اسمه كافر ستيك، هو نازل منه 3 درجات في مصر بس، دي الدرجة رقم 20، اسمها مات ساند، هو المفروض ان هو مكتوب عليه ان هو كونسيل سكين امبرفكشنز، ما بيعملش اي حاجة، مش بيكونسيل اي حاجة اصلا، ولو استخدمتيه تحت عينك هيبقى شكل تحت العين كده مش حلو وباين انك حاطه حاجه، ولو استخدمتيه على الوش مش بيخبي اي حاجه، يعني لو استخدمتيه على وشك كده بس وكسبوت كونسيلينج مفيش كفر، ضايع، كفر ضايع. الروج ده من لونا، ده المفروض اللاين الاسود ده اللي هو الكريم بتاعهم، اللاين الكريمي، هو مش كريمي خالص، هو يعني مش سهل كده، يعني ده اللون اللي بيطلع، هو بيعمل من تحت ما بيعملش من فوق، تقعدي تعملي كده كتير عشان اللون يطلع، هو كويس ان انا ما جبتش الا لون واحد بس عشان ما اتصدمش، و مفيش لون خالص، تقعدي تعملي 10 مرات عشان اللون يبتدي يطلع، وحش جدا بصراحة، ما عجبنيش ومش هجيب منه تاني اكيد.